مشاهدينا في حلقة اليوم من صباحية دزم، فيها حاضرة ليلى بولكدات اللي غادي تقدم لنا مجموعة من تسريحات الشعر الدارجة على الموضة لعام 2025. مساطر المرجعية في قضايا المخدرات، موضوع فقرة الحق والقانون مع الأستاذة خديجة الروجاني، فقرة رعاية ومواكبة عبر الروبورتاج، سعادة شيمي غادي تقدم لنا نصائح عملية لمواكبة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، فقرة ديالنا غادي نسلطوا فيها الضوء على فن الرسم على السيراميك، غادي تشوفوا واحد المنتجات المغربية الروعة منا بحضور السيد رضوان خديم اللي جانا من مدينة أكادير، وأخيرا فقرة قفطان صباحية دوزام ليلى حجي وعدنا على ملك الفلالي لتشكيلة من القفاطن أروع. بقوا معنا الكل بعد فقرة بيئتنا والدكتور فؤاد الزهراني، مرحبا بكم معنا صباحية اليوم. أستاذة خديجة الروجاني السلام عليكم. وعليكم السلام للي سميرة. اليوم نهضروا على المخدرات ياك والمساطر اللي بلوتو المساطر المرجعية. واضح واضح، غادي نرجعوا لك إن شاء الله من بعد ما نتكلموا فقرة بيئتنا مع الدكتور فؤاد الزهراني على لاكتواليتي الجفاف اللي دائما للأسف كاين وحاضر بحدة في المغرب، التأثيرات ديالو واضحة وكاين اللي ما واضحاش بحال في المحاصيل الفلاحية منها الزيتون. اليوم غادي نركزوا على زيت الزيتون بما أننا بلد منتج للزيتون، بما أننا تنستهلكوا زيت الزيتون والزيتون بزاف، فبغينا نعرفوا لو كونستا اللي كاين دابا فيما يخص الغلة ديال الزيتون، كيفاش تتأثرت من الجفاف؟ وحنا سميرة كما قلتي الجفاف عنده تأثير ماشي على الزيت الزيتون ولا على الزيتون، على تقريبا كاع الاشجار المثمره، على الاشجار اللي ماشي مثمره، على الماء، على الفرشه المائيه، يعني الاثار ديالو خصوصا انه توالي سنوات الجفاف هو اللي خلى ان الوضعيه تكون شويه صعيبه. ما نساوش باننا حنا كاينين في حوض البحر الابيض المتوسط، وهذا الحوض هذا هو تقريبا عرف بزاف ديال التغيرات المناخيه، وحتى ان ارتفاع درجه الحراره راه تقريبا 20% فائت المناطق الاخرى، يعني اصلا حنا عرضه لهذه التغيرات المناخيه وارتفاع درجه الحراره. وكايضا ما نساوش ان الحوض ديال البحر الابيض المتوسط تقريبا 90% من الانتاج ديال الزيتون كاين في هذا الحوض هذا، يعني دول اللي معروفه المغرب، اسبانيا، فرنسا، طاليان، تونس، يعني مجموعه من الدول ديال هذا اليونان عندها، ولكن تتشاركوا فلسطين ولكن تنشاركوا فاش في هاد الوضعيه الحاليه، التغيرات المناخيه في هاد الجفاف، فتقريبا كاع هاد المناطق ديال الحوض البحر الابيض المتوسط تقاست بالجفاف، وخصوصا ان اشجار الزيتون تقاست. ولكن حنا عندنا مناطق في المغرب بزاف اللي تضرات، مثلا نهضروا على المنطقه ديال مراكش، الحطاويه، بني ملال، المناطق المنتجه اللي معروفه بالزيتون فاس، تازه، يعني كاع هادو تقاسوا. بغيت نسولك حيت بزاف تنسول الفلاح تيقولوا لي شجره الزيتون ما تحتاجش بزاف الماء، واش بصح ولا لا هذه المعلومه؟ واخا دابا توالي سنوات الجفاف، هي شجره الزيتون من الاشجار اللي معروفه انها تتقاوم وتتكيف مع الجفاف، ولكن فوق طاقتك في مناطق اللي جافه وتتبقى خضراء وتتبقى النبته ديالها خضراء الاوراق ديالها، ولكن فوق طاقتك لا تلام. المشكل ديال هاد شجره الزيتون هو انه الوقيته اللي تزاد الجفاف وما تيبقاش الماء بزاف فتتبان شنو تدير هي اصلا باش تادابتا باش تكيف مع هاد الظروف المناخيه الصعبه، فما تتوليش تولد بزاف وما تتوليش تعطي ثمار كثيره، وحتى الثمار اللي تتعطيهم تيكونوا مكمشين، يعني ناقصين من الماء، لان هذه طريقه ديالها باش انها تقاوم هذه الظروف المناخيه الصعيبه. اذا هي راها قاومات، ولكن ميتي تتوالوا سنوات الجفاف من بعد تيولي انها تتولي تيبس، والا تقاش الجدر ديالها يعني هذيك صافي ما بقى ما يدار. ولكن غادي نعطيو في النصائح شنو نقدروا نديروا في هذه الوضعيه هذه. واخا الثمار فاش تيبس هذا هو اللي تيؤدي الى قله او ندره الزيت ديال الزيتون، لان فاش تعصر ما تعطيش بزاف الزيت. راه تقاسمنا وصيفطيه ليه شكرا سميره واحد الروبورتاج اللي دار في مواقع التواصل الاجتماعي وشاف مع الناس الفلاحه، ف 100 كيلوغرام يعني غير مؤخرا 100 كيلوغرام شحال تعطيهم؟ 9 لتر. 100 يلا 9 13 لتر وتعطي اكثر، يعني شوف الطحنه الاولى تتكون شويه قليله، ولكن راه كاين اللي توصل 20 21 اما باش تعطيك يعني كاينه ازمه. واو، وهذا الشيء اللي تيخلي ان الثمن ديال الزيتون قلال لانه قليل في السوق،
كثر كثر الثمن ديالو، غلى الثمن ديالو، وهذا الشيء اللي خلى ان الكميه ديال زيت الزيتون يعني قليله، وحتى داك الشيء اللي كاين فالثمن ديالو تيطلع، لان مفهومه الفلاح خاصو حتى هو يتبروتيجا وخاصو حتى هو وهذا الشيء تيشجع كذلك الناس اللي ماشي مزيانين انهم يغشوا في الزويته. كل ما كانت الازمه ديال النقص في الطلب النقص في العرض النقص في العرض وتيكثر الطلب، فكاين الغش والتدليس تيتزاد، هذه حوايج معروفه، ولكن حنا تنركزوا على انه كاينه ازمه ديال هذا زيت الزيتون، وهذا الشيء علاش بغيت نعطي بعض النصائح اللي خاصنا. غير قبل من النصائح الله يجازيك بخير، دابا زيت الزيتون والكيلو ديال الزيتون، حيت كاينين الناس اللي تيديروا مسلله في الدار وكاينين اللي تيعصروا بيديهم الزيتون كيف ما قلتي لنا نصحتينا واحد المره، من بداو ناخذوا الزيتون نمشيو نعصروا حنا في المصاري. ايوا هادشي تنعينينا، هادشي تيديروا اغلبيه ديال الناس. دابا تقريبا الاثمنه فين واصله ديال الزيتون الخضر ودي الزيت البلدية؟ شوف ملي تنهضروا على الثمن فالكيلو دابا تيهضروا على 20 كيلو 20 درهم الكيلو، كاينين دابا مؤخرا انا في الروبورتاج صيفط لك 13 درهم 25 كاين اللي دابا 13 درهم كاين اللي دابا 260 260 260 ريال 300 ريال، ولكن الثمن غادي وغادي يبقى ما غادي يقلل يعني العرض الكميه تتقلل فالثمن تيكثر. اما نبتعوا به نمشيو نشريو دابا راه هذا نمشيو نشريو الزيتون راه هي اللي تيخلي انه تيتزاد بزاف وتيتال الثمن. واش من نديرو كيولي العرض ديال الطلب قليل؟ صبروا شويه ونتمناو، المهم هو ما غاديش يعني يغيثنا السنوات القادمه. مي هذه السنه راه الغله راه كاين حيت هذه وقيت الزيتون. هذه وقيتو وكاين مشكل الثمن ديالو، راك شفتي في الاسواق راه ما بين 100 كان 100 دابا راه 120 درهم، الناس شراو مؤخرا 125 درهم باش تشري. تنشريو ب 55 درهم اللتر 135 شويه 40 شويه 50 60 55 100 درهم دابا بطبيعه الحال وغادي يبقى يتزاد. وهادشي راه شوف راه الاثمنه راه غاليه، راه ماشي غير في المغرب غير باش يعني الامانه، ولكن في اوروبا زعما قل بكثير من الثمن، قل لان الثمن مثلا الا كان تيديروا نقولوا حنا نعطيو واحد الا كان في الاول 20 درهم فدابا ولا بواحد 50 درهم يعني تزاد عندهم حتى داك الزياده اللي عندهم لانه الغلات تقاست، ولكن ماشي بحالنا حنا تضررنا. وهذا الشيء على حساب هذا الشيء اللي خلى انه مثلا يداروا بزاف ديال المؤتمرات وبزاف ديال الناس يبحثوا في هذا المشكل يعني ديال البحر الابيض المتوسط، راه ماشي عندنا في بلادنا. واخر مؤتمر كان دار في مدريد اللي تيتكلم على كيفاش نحسنوا من الانتاجيه. دابا حنا عارفين بانه بحال دابا في المغرب عندنا بزاف ديال الانواع الحوزيه الذهبيه المناره، كاينه هذو انواع ديال الزيتون ولا ديال الزيتون الاربيكينه، كاينه الاربوسانه، يعني شي سميات عمرني ما عرفت هاد الاسماء. كاينين لا وكاينين انواع مثلا اللي جايه من اسبانيا اللي تتقاوم هذاك الجفاف، ولكن كما قلت لك راه الا بقى الجفاف وكان الجفاف فشحال قدها ما تقاوم يعني حتى في الغلات تنقص. دابا هي كتقاوم باش ما تموتش ولكن ماشي معنى كتقاوم بان وهذا الشيء علاش حنا خاصنا نعاونوها في المقاومه ديالها. اذا النصائح فمثلا ملي تيشوف الفلاح انه الشجره ديالو غاديه وشي اغصان تيكبسوا فخاصو يحيد ديك الاغصان، واحسن حاجه هي انه يدير الزبير ديال الشجره يعني ينقص منها، لان كل ما الشجره كبرات ولات غاديه في 3 متر و 4 متر فتتزاد الحاجيات ديالها والمتطلبات ديالها، وهذا الشيء اللي تيخلي ان ماشي جميع العروق اللي تيتسقى، وهذا الشيء اللي تيخلي ان اكثريه ديال الاغصان تيموتوا. دونك قل كل ما قللنا من الحجم ديالها كل ما كان المفيد وخفف العيب على ديك الشجره باش انها دونك خاص يكون دائما واحد الزبير ديالها يعني ما عرفتش كيفاش تنقولوا باللغه العربيه الفصحى، ولكن خاصنا نقصوا دائما من الحجم الاطراف ديالها الاطراف والاغصان ديالها، وفين ما كان شي غوصل اللي ناشف فنحاولوا نحيدوه. دابا الدراسات الاخيره تنظن نكتبها بالعربيه تنقولوا زبر، الزبر كذلك مزيان الله ينورك. تنظن احنا بالدارجه عارفين بانه خاص الزبير ديال الشجر، وتنهضر دائما باش نحافظوا على الماء، وحنا في واحد الازمه ديال الماء فخاصنا نحسنوا من ديك الطريقه السطحيه ديال السقي ديال الماء، ونطلقوا في يعني واخا يكون عندك واحد البير واخا يكون عندك واحد الباسان واحد الحوض فدائما فكر بانه هذاك الماء مع الناس اللي عندهم الجنانات واللي عندهم الغرس ديال ما تهضرش على البوري راه هو كل العصا يعني الانتاج ديالو البوري باش نذكروا هو اللي تيكتفي بالماء ديال الشتاء. دابا الناس اللي تيسقيو الناس اللي تيسقيو دابا حتى البوري ما يقدرش يعولوا على البور زعما على خاصهم يسقيو ناقص كاين اللي كاين مثلا في الشمال لان تحت الشتواء مزيان، ولكن ف يعني ماشي بديك شوف الا جينا نهضروا بالارقام سميره
نعطيك مثلا في 2020 كنا تنهضروا على 1.6 مليون طن اللي تنتجات في المغرب ياك، مي غادي نجيو ل 2021 الا عقلتو في 2021 جات فواحد الوقيته اللي كانت الزيتون خاصو الماء في شهر 3 4 5 فكانت يعني في ديك الوقيته اللي غادي يدير داك البرعوم ديالو وغادي يدير الزهره ديالو فتحت الشتوى وهذيك الشتوى نفعات الزيتون وتزاد الانتاج ديالو ل 1.9 في 2021 مليون طن 1.3 كانت اكثر لا كانت اكثر في 2021 هادو ارقام يعني اللي خديتهم يعني اوفيسيال ومن بعد نقصات في 2022 رجعات لواحد يعني قل من 1.0 ولات مليون طن وفي 2003 دابا قل دابا ما عنديش الارقام قل من مليون طن غتكون يعني الانتاج يعني الناس خاصك تشوفي الناس راه تعانيو الله يحسن العوان بنسولك واش هاد شجره الزيتون ما تتغداش من لانابخياتيك الوغ هي الخاصيه ديالها العروق ديالها تيمشيو افقيا ياك يعني هي عندها واحد الخاصيه انها تتمشي ما تتغرقش بزاف ولكن تتمشي افقيا لا تتقلب المياه الجوفيه فوالا هنا ما هضرتي لي على المياه الجوفيه لان حتى الناس اللي تيستعملوا السماد فاحنا عارفين كاين المعدني وكاين الطبيعي انا ديما تنتكلم على الطبيعي اللي هو الكومبوست ولكن داك الطبيعي ولا الغبار ولا الغبار اللي هو ماده عضويه راني فلاحه لا برافو عليك سميره الله يعطيك الصحه الماده العضويه سميره يعني خاص النبته انها دير واحد المجهود باش تحولها من ديك الماده العضويه لماده معدنيه وهذا الشيء علاش حتى الناس اللي تيستعملوا الغبار تنصحوهم بانهم ما يجيوش يستعملوا الغبار مباشره خاصو يخليه واحد 6 شهور حتى دالو عمليه التخمير وحتى يولي قد يولي مبسط وساهل باش انه النبته تقد تمتص وهذا الشيء اللي تنقولوا بالنسبه لينا خاصو يتهضم ليها باش تقدر تمتص خاصو يبقى عاد يجي ويتحط في الشجر اما مي تنديروا مثلا هذا المواد المعدنيه فتتلقى الازوت النيتروجين تتلقى البوتاس وتتلقى الفوسفات غير مثلا مي تنديروا الازوت فتيمشي تيهبط الازوت تيهبط في ساعه وهذا الشيء علاش حنا مي تنتكلموا على التلوث ديال المياه وديال النفرياتيك وديال الويدان تلقاو بان النسبه ديال الازوت كثيره وهذا الشيء اللي تيخلي انه النبته ما تستغلش ولا شجره الزيتون ديك الطريقه ديال السقي اللي تنجيو تنكبوا فيها الماء وتنديروا دوك المواد المعدنيه فما تتستغلش واش كيفاش خاصها تكون باش تستغلها تنقيط القوتا قوت راه من احسن يعني الوسائل ديال السقي هي القوتا قوت وسيرتو في بلادنا راه خاصنا يعني خاصها تكون معمه على الشجر كل شجره يكون دايز لها الحق ديالها وهذا الشيء اللي تيخليها انها تاخذ ديك الكميه اللي لازمها وحتى الا درنا لها وحتى لا راه تيجيها الكميه الكافيه حيت واحد الوقيته داك الماء تيضيع وتيمشي في لانفرياتيك ودونك هنا فين 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 خاصنا نردوا البال مع طريقه السقي سبحان الله حتى في الانسان فاش تيشرب تيقول لك خاصو يشرب متقطع وبشويه بشويه واشرب جوج يطرق قطره وحده غادي تاخذ اللي خاصك وشي الاخر ما زيد تخسر وهذا الشيء تيخلي انه حتى الشجره تيولي وحدها الفطريات اللي تيوليو يسبوا لها امراض يعني ديك الكميه ديال الماء وديك الرطوبه الزائده ف يعني ما تتخليهاش انها تستافد وكما قلت لك حنا اصلا عندنا تغيرات مناخيه فاصلا الشجر تعاني من الجفاف وانت تزيد له ديك كثره المياه وحتى الشجر ديال الزيتون عنده واحد الخاصيه خاصو مثلا واحد 20 يوم ديال البروده يعني درجات الحراره ما بين 6 7 8 باش انها تتخلي حتى ديك البرعوم ديالها تيخرج في الوقيته ديالو تيخرج يعني من النصائح اللي بغيت نقول ثاني سميره ما خاصناش نبقاو نضاربوا مع الطبيعه طبيعه كاين هذا الشيء كاين تغيرات مناخيه عندنا ملي تنشوفوا مناطق ولا الماء تينقص فيها وغادي وتينقص فما كاينلاش نبقاو ديما نغرسوا داك النوع ديال الاشجار تما راه عندنا الشمال تبارك الله تطيح فيه الشتاء دونك نحاولوا اننا مناطق اللي ما كانتش في هذا النوع ديال الشجر نديروا في هذا النوع ديال الشجر وهذه المناطق اللي تتستهلك وخاصه نديروا زراعه بديله ولا غنتكلموا عليها حاجه اخرى وما نساوش بان راه العلماء راه خدامين دابا على جينات يعني تيبحثوا على جينات ديال الاشجار ديال الزيتون اللي تكون تقاوم وتتكيف يعني تادابتا دابا ما بقاتش غير في المقاومه بقات انها خاصه تلقى كيفاش تعيش بحال لا غادي نجيبوا انسان تاخذوش لينا الجينات ديال الشجر الزيتون ديال لا غير كيما وقع القمح هذاك الهجين هذاك حاجه اخرى ملي تتكلموا على ابحاث في لابيو تكنولوجي اللي تتخليك تقول ان هذا النوع احسن من هذا لانه تدير بيناتهم مقارنه وهذا الشيء اللابوراتوار هو اللي تيعطينا واخا بالنسبه للمواطن قلتي قبيله انا راه تنقيد كل شيء خاصنا ما نمشوش نتكبوا كاملين نمشيو نشريو زيت العود دابا لربما ما خصناش نمشيو حيت كاين بزاف العائلات اللي تياخذوا 100 يتروب 60 يتروب 200 يتروب لربما ناخذوا اللي كفايه باش نخليو الاسر الاخرى تاخذ وشوف سميره انا تنشوف مثلا ملي تنشوف دول اخرى كيفاش يجيروا الازمات
ماشي بغيت نقارن، ولكن حنا راه بطبيعتنا ملي تلقاو بان راه كاينه ازمه كاملين تنمشيو نبغيو ناخذوا خليها لدوائر الزمان، عندنا هذا المفهوم ديال دوائر الزمان. الوغ كو حنا ما عارفينش حتى واش غدا وما عارفش حتى واش انت واش ضامن راسك الغدا ولا من بعد غدا. اللي بغيت نقول هو انه راه ملي تيكون الطلب كثير والعرض قليل فبطبيعه الحال كما قلتي غيتزاد الغش والتدليس والثمن وهادشي عادي. دونك بشويه وراه سمعت حتى الدوله انها تتشوف كيفاش تحل المشكل وربما يكون يجي زيت من برا ولا ما عرفتش. هاد الاخبار هذه سمعناها ما متاكدش منها. دابا راه قلتي هاد الخبر هذا نقول لك لا نمشي نشري الزيت البلديه ديالنا وندير من الناس. انا اللي بغيت يجي الزيت الاخر اللي بغيت نقول للناس الزيت راه ضروري الا جا هذاك الزيت وتوفر العرض بكثره يمكن الزيت المغربي ينقص، ولكن الثمن ديالو الثمن اللي باش ولا دابا راه ماشي في المتناول ديال الناس كاملين. يعني راه دوك الناس اللي كانوا مولفين بالزيت بواحد الثمن وكان هو يعني الملاذ ديالهم باش انهم يكون واحد الغذاء طياب وفي كل شيء. دابا الزيت البلدي حنا عندنا دابا ربما حتى المعامله ديالنا خاصها يعني تبدل وتادبط مع التغيرات المناخيه. الله يغيثنا من رزقه ان شاء الله. شكرا لك دكتور فؤاد الزهراني. استاذه خديجه الرقواني غادي نرجع عندك مباشره من بعد ما نناقشوا موضوع اليوم مع ليلى بولكادات. ليلى الغزاله ديالنا اش اخبارك؟ لاباس عليك؟ كلشي بامان الله. دائما جيب لنا الجديد اللي باش تعجبيني ما تتفرطيش في القديم وتتجيبي الجديد. يعني الوصفات التقليديه الطبيعيه عندك اساسيه، لكن مع ذلك دائما فاتحه الافق ديالك والاعين ديالك على كل ما هو جديد في العالم. اليوم جبتي لنا الجديد في المشيطات. نبدا براسي انا الاولى. الوغ الى لاحظتي اليوم دايره لي شوفو مويي. هاد لي شوفو مويي واحد الوقت ما كناش كنشوفوهم بزاف، ولكن كنشوفوهم الله يحفظك ميرسي. وكنا كنشوفوهم سورتو في فتره ديال الصيف كتكون الشعر فازق مع العومانيت وكنخليوه. دابا لا، دابا تقريبا عندك من 2023 2024 و 2025 ولينا كنشوفوهم بزاف في لي فاشن ويك، ولاو كيداروا افيك دي ستيل اللي كيكونوا ان بو اليغون، ولاو كيتلبسوا كيداروا ميم افيك دي غوب دي كونتراكت دي سبور. شي واحد لابس عرفتي لو ستيل ديال اوفر سايز تقريبا رجع من لا بيريود دو كورونا، ولينا كنشوفو ميم لي شوفو لاشي بحال هكا. اي كيجيو سورتو مع لي بيرسون اللي تيكون الشعر ديالهم قصير، يجيك غزاله سميره، يجيك غزال الشعر قصير ولا شويه ميلون، لان كل ما كان طويل كل ما كيبان خفيف اي سي با جولي، وكيقدر يبقى بحال هكا لاشي كيف ما يقدر يتجمع افيك ان بتي شينيو. راه بغينا ان ستيل شويه غافل. السؤال اللي تيطرح نفسه ليلى راه ماشي كلشي تيعرف يستعمل او يدير هذا لي في مويي في شعره. الوغ شوف انا راه تنديرو تيولي هذاك الشيء بحال شي لا هو شوف افيكتيفمون ملي تكون تخدمه خاصك بحال دابا لاحظتي درت واحد لو بيتي موفمون هنا ويفي بحال هكا شويه هي مشيطه كيف ما تقدروا ديروا غير في السامبل. شتي اللي تلف ما عرف ما يدير رجع شعره كله اللور ويخدموا يمشطوا بحال هكا غيبقى زوين. عرفتي داك لو ستيل كيجي هكا بلاكي هاب سي تري جولي، غير ما يبلاكيش بزاف لان يعني عاوتاني داك لو ستيل بلاكي بزاف ما كيجيش اللي وجهها ضعيف بزاف ما غيجيهاش. مي كل ما خليتي شتيتي الا ما كانش على حساب الجمجمه على حساب لافور اللي فيها اكزاكتوم. وشتي حتى الا ما مشطيش مثلا ما قديتيش غير فزكتي شعرك وخليتيه بحال هكا فلو راه كيجي كيجي زوين. على اساس بشريطه انه الماكياج يكون مخدوم مزيان. يلاه بغيت نقولها لك برافو. لان سينو غتفيغ نيكليجي اكزاكت. حيت بحال الشعر بحال كنقصوا منه شويه كيولي كيبان خصنا نعطيو في حاجه اخرى نعطيو القيمه وكيجي سوختو الا كان لو ماكياج لي مينو كيجي فريمون بحال درتي انت شويه شويه. دابا ليلى انت شعرك ما مفزكاش. ما مفزكاش دايره جوست ان برودوي بوغ دوني هذاك لي في مويي. عرفتي كاينه لا بريونس ديال الماء صافي هادشي اللي بغينا هادشي اللي وصلنا. دابا نشوفوا الدوزيام موديل اون فوا هاد لو دوزيام ستيل دو كوافور. عقلتي على لا بانانا؟ الله ودي درتي التجميل. الوغ لا بانان شحال هادي كانت كتكون سورتو ملي كتكون السيده معروضه ولا عندها ان ايفينمون شي مناسبه. ولكن لا بانان انا بالنسبه لي لا غير لا بانان هادي حتى هادي ورينا شويه لو موديل هادي حتى هي سي ان شينيون بانان كيجي هكا مجموع تري جولي ما بقيناش كنديرو غير في المناسبات ولا كيدار مين في لا جورني. سكو جادور في هذا لو ستيل سي كو اولا سا مي اون فالور لو فيزاج والشعر حتى هو وكيجي مع جميع انواع الشعر. سي تري فيمينا سي تري فيمينا وهذا كنصح به السيدات بزاف اللي عندهم خدمه بزاف طوط لا جورني في ان بيرو كي يبريفير الشعر ديالهم يبقى مجموع تيجي تري جولي. ولا لاحظتي ولا دابا تري توندونس كنخرجوا داك لي دو ميش باش ما كيبانش عاوتاني ترو كلاسيك كيجي اليغون زويون وتيجي مع كاع لي فورم دو فيزاج وكاع لي ستيل دو شوفو. هذيك لا فورم ويفي بحال هكا سا دون دو لا فريشور اكزاكتومون. دابا نشوفو دوزيام ستيل دو كوافور هو اللي غنشوفو تو سويت. الوغ بالنسبه لهذا لو دوزيام ستيل دو كوافور غني عن التعريف كاع السيدات عقلتي على كوتشوفال
كاينش اللي ما تيديرهاش هذيك من سنوات وهي باقه. لافونتاج دابا اللي ولينا كنشوفوا بزاف الكوتشوبل سي كي ولاو دي ستيل سواء كنديروا بحال هكا ورينا شويه عفاك لو موديل ديال الكوتشوبل فوالا ولا كيجي شويه بومبي اكزاكتومون هي كتبان اكثر ملي كيكون الشعر طويل ولينا كنديروا اوسي بطفيره لا حتى ولات كتجيب طفيره اللي نقدر ننصح بالنسبه للكوتشوبل السيدات اللي عندهم الوجه رقيق ايفيتيو يديروا ديك الكوتشوبل بلاكي الفوق بزاف لان غتزيد تضعف لهم الوجه يقدروا يديروا باغ اكزومبل في الوسط لان الكوتشوبل هذا ثاني اللي وجههم عامر يقدروا يديروها الفوق اكزاكتومون كتجي سورتو يديروا الكوتشوبل شويه لتحت بالنسبه اوسي لي بيرسون اللي عندهم لو فيزاج اون فورم دو كور هما يديروا الكوتشوبل تحت لان كتعطي واحد التوازن في لا فورم ديال الوجه سينو نقدروا اوسي نخرجوا هاد لي دوماج دابا ولاو طوندونس بزاف سي فغي يعني كنت عارفه كنديروا مع الشينيون نديروهم مع سميتو نشوفوا نجيو نقلبوا واش عندي شي شويه خصك شويه عاوتاني يكونوا طوال باش يبانوا سي تري جولي كيجيو مع كاع لي ستيل ديال الحوايج دار مع اون غوب تجي وصغار كبار كونتراكتي صغار كبار ما بقاش لي ستيل ولا بحال الصغار بحال الكبار تماما سي تري تري جولي دابا جبتي هذيك ليدي ديال ياك كيجي هكاك وشوف راه سهله هذه سولتيني قبيله اللي ما كيعرفوش سهله كتبقى تتنفخ شويه الشعر ودير عرفتي ديرين دوك لاستيكات كاين في اللوينات دابا رقي وقيل سي غافيني سي جولي وكاع السيدات يقدروا يديروهم ممتاز نشوفوا التخوازيام ستيل هذا ساهل كاع هذا لو تخوازيام ستيل اللي غنشوفوا توت سويت كاع السيدات يقدروا يديروه لي بلو جون السيده اللي شويه فا دير ان اج ان بو افونسي سي مينيون سي مون بريفيري الوغ هذا ما كانوش كيزعموا عليه السيدات بزاف كانوا تيقولوا سي سورتو بور لي جون تو بو افونسي شويه كوم سا نشوفوا لو موديل مزيان اكزاكتومون الوغ هذا كيجي كنا شحال هذه كنديروه لي بوتيت في كنا كنديروه لبنيتات صغار دابا لا كاع لي فام يقدروا يديروه سي مينيون سي ناتوريل ورينا البابيون هادشي اللي بغيت نوريها هادو دابا لاحظتي ياك لي زاكسيسوار ولاو دابا تري طوندونس وكيجيو تقدروا ديروا لي شوفيليس ولا ديروا بحال هكا ويفي سي تري جولي واش لو كونتراست ما بين لي ميش ديالها ومع لا كولور نعطيك واحد المعلومه بزاف كنقولها بزاف للسيدات سورتو العريسات تيوريني واحد ستيل دو كوافير كنقول لهم شوفوا راه اللي عندها لي ميش ولا شوفو شهب كيبان فيه حسن داك لو موفمون حيت لي ميش هما كيعاونوا في لي موفمون بيان سور تيبينوا لي موفمون اكزاكتومون شوفك بحال كيبان شويه ناقص لي موفمون ولكن ها هو هادو شوفك بحال كيكون عندهم لي ميش كيبان حسن دونك هاد لو ستيل ساهل يقدروا يديروا كاع السيدات شو ما كان العمر ديالها شو ما كنتي لابسه سي مينيو كيف ما قلتي تيجي حليلو فوالا دونك هاد لي ستيل اللي عطيناكم انا اسكو جو روتيام معاك في هذا خاصو نبدا نخرج هاد على حساب تقدر تجمع تقدر تخليهم انا اللي نقدر نشجع سكو شحال هادي كانت شعر مطلق شعر مجموع هادشي اللي كنعرفو دير بغوش دابا كاين نص دابا تبارك الله كاينين بزاف ديال لي ستيل اللي تقدروا تادابتيهم سي فيمينا كيف ما قلتي قبيله كان شعر قليل كان كثير كان قصير كان طويل كان كلشي شنو ما كنتو لابسين كنتو لابسين سبور كنتو لابسين ان تروك زعما لبسه اليغونت شنو ما كنتو لابسين غيجي معاكم هاد لي ستيل اللي عطيتكم تنشكرك بزاف وخاصك دير لنا ان ستيل مويي ان شاء الله من مزيرو. بعد خاصنا نديرو نجيبو موديل هنا ونخدمو المويي ونوريو للسيدات كيفاش يخدمو هذاك الشيء اللي بغينا شكرا لك ليلى بولكادا نتلاقاو بك الاسبوع المقبل باذن الله اللحظه نمشيو نناقشوا موضوعنا للحق والقانون مع الاستاذه خديجه الروقاني بقاو معنا استاذة خديجة الروقاني كان شوية ديال الإلهام من هاد الشيء اللي قدمنا أكيد زوين هاد الشيء بعض المرات فعلا كتكون عندنا شي حاجة وكنحصلوا وكنوحلوا وماشي بالضرورة ديما نمشيو للصالونات ونصوبوا أفكار بسيطة كنستقبلوا أفكار بسيطة وزوينة بزاف أكيد إذا اليوم معك أستاذة خديجة الروقاني غادي نتكلموا على المساطر المرجعية شنو سنعني بالمساطر المرجعية هي في كل قضية فاش تنسولوا شي واحد تذكر لنا واحد المرجع عطيتني مثال وحنا سنناقشوا فاش ما فهمتش الموضوع عطيتني مثال على قضايا المخدرات قلت لي بحال شي واحد فاش شي واحد تيحصل تيذكر أسماء وحدة أخرى اللي تلقى راسها متورطة في هاد الحالة هذه دونك شنو هي المساطر المرجعية نخليك تقدميها لنا وتشرحي لنا بلغة السلسه والبسيطه أكيد. وشنو هي ليش تصلح هو يشوف هذه المساطر المرجعيه اللي غيكون كيعرف اكثر الناس اللي مثلا يعني ديجا كانوا تحاكموا او كيف ما كنقولوا بلغه القانون عندهم صوابق قضائيه وحتى اللي ما عندوش صوابق خدا البراءه ولكن داز من هذه الحاله دابا الناس العاديين اش كيسميوها وخاصه في قضايا المخدرات كيقول لك خلى ليا بلانت بحال هكا كيقول بانه انا خلى ليا بلانت شنو معنيتها انا واحد الشخص كيتم ايقافه
لانه ارتكب شي جريمه معينه. نبقاو مثلا في النموذج ولا في المثال ديال جرائم المخدرات، كيعتقلوه مثلا متلبس عنده المخدرات او مثلا ما عندوش الى اخره، كيديروا معاه البحث. ملي كي في البحث اشنا هو البحث؟ البحث التمهيدي اللي كديروا الشرطه القضائيه، اللي اما هي اما البوليس اما الدرك حسب الاختصاص يعني المكاني. كيكون كيدير معاه بحث، كيمشي كيذكر شي شخص اخر، كيقول له بان هذاك راه معايا، اما كان خدم ديس من عنده، كان خدم لمصلحته، ولا هو اللي باع ليا، يعني انه هو اللي كيمونني بالسلعه. مهم انه كيذكرو على اساس انا متورط معاه، مساهم ولا مشارك ولا 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 شيء من هذا القبيل، يعني كيذكرو. احيانا كيذكرو بالاسم يعني الشخصي والعائلي، احيانا واحد اللقب، لان في هذا المجال هذا كيكونوا كيتعاملوا بالالقاب، كل واحد وشنو الامكانيه ديالو، شنو ممكنين عليه، ما كان ماشي الاسم العائلي ولكن شنو ممكنين خصوصا في عالم المخدرات. نعم. كتكون عنده واحد اللقب معروف به او باوصاف او مثلا السكنه ديالو شنو كيديروا. البوليس طبعا تحت، لان البحث كيديروا تحت اشراف النيابه العامه، السيد وكيل الملك الا كان جنحه، والسيد الوكيل العام الا كان الامر كيتعلق بجنايه، لان ماشي دائما المصادر المرجعيه كتكون غير في قضايا المخدرات اللي هي قضايا جنحيه. من أباغ إلا كانت مثلا شي جريمة منظمة وفيها عصابة إجرامية اللي كتكون جناية واختصاص ديال الوكيل العام بمحكمة استئناف. إذا البحث التمهيدي كيدار تحت الإشراف ديالو، كيعطيهم تعليمات الاستماع لهذاك الشخص اللي جبدوه، هذاك اللي موقف. كيمشيو مثلا كيقلبوا عليه، إلا لقاو كيجيبوه كيستمعوا ليه، إلا ما لقاوش كيديروا عليه مذكره بحث. هذا السيد كان متهم كوبابل ولا ماشي كوبابل؟ غادي يديروا عليه مذكره بحث. اي فعلا، لان هنايا النيابه العامه هذا هو الاختصاص ديالها. ملي كتجيها ولو غير وشايه، راه بعض المرات كتكون غير شي وشايه مثلا، وغير زعما انونيم ما معروفش شكون مولاها، ولا كتجي واحد الرساله مجهوله ديال المصدر على شي حد، خصهم يفتحوا البحث فيها، يديروا فيها بحث. اذا كيبحثوا مع ذاك السيد، لما لقاوش كيديروا عليه مذكره بحث. اذا غدو بعد غدا غيلقى راسو بانه في شي منطقه، في اوتيل ولا دخل شي كوميساريه ولا شي بلاصه، ولا غادي مسافر، كيلقى راسو بانه مبحوث عنه، وكيتم الايقاف ديالو كيديوه. ايوا ديك الساعه فكايا من وحلتيها. هنا اللي كيتاخذ على هاد المساطر المرجعيه هو انه ما عندهاش سند قانوني، ما كاينش شي حاجه في قانون المسطره الجنائيه سميتها بان مسطره مرجعيه، ان شي واحد يعني جبدك وغتولي تن، لان هذه جابها، هذه جاب العمل، شي العمل شي واحد ما تيحمش الاخر راه غادي نجبدو تماما. دابا الناس، دابا كاين الحقاش يعني، كاين اللي معاه وكاين اللي ضد. طبعا النيابه العامه ما يمكن الا تكون مع، لان هي سلطه اتهام، وبالنسبه لهادشي داخل في اختصاصاتها، وبان هي استتباب الامن وكذا، وهادشي كديروا في اطار القانون. ولكن كاين توجه اخر اللي كيقول لك اودي ما عندهاش سند قانوني، وان اي اجراء كديروا النيابه العامه خصها تكون واحد القاعده قانونيه كتنص عليه في قانون المسطره الجنائيه. كذلك كيقول لك بانه كيمس بقرينه البراءه، اللي هي نص على اول ماده في قانون المسطره الجنائيه، نصات عليها، ونص على الدستور، نصات على مواثيق دوليه، يعني الاعلان العالمي لحقوق الانسان حتى يجيك. نعم، كتمس بقرينه البراءه، كتمس بالمحاكمه العادله، كتمس بالامن يعني القانوني والقضائي ديال الناس، يعني كاين الكثير من المؤاخذات. القانون ديال البلاد. نعم نعم، يعني لان مجرد انه ذكرك كتجي تسولي بحال كتوقفوا، وبانه كتتابعوا، ربما في حاله صراح، ربما في حاله اعتقال حسب القضيه. ما كاينش عندنا في القانون هذا الشيء، ما كاينش في القانون. والمشكله لان جابوا العمل، جابوا العمل القضائي، جابوا العمل القضائي. استاذة خديجة روكاني، ان كاينين قوانين في المغرب واللي ما تيطبقوش، وكاينين حوايج تيطبقوا ما كاينش في القانون. فعلا كاين هذه المفارقه، هذا البارادوكس عندنا حنايا في العمل يعني العمل اليومي ديالنا في هذه المساطر وفي تطبيق القانون. وكيف ما قلت يا سميره، الخطير في هذا الشيء هو انه احيانا كتقدر تكون يعني تصفيه حسابات، او مثلا كيكون انتقام، او كيكون انتقام خاصه في قضايا المخدرات، ولا مثلا كاينه في قضايا اخرى مثلا الاغتصاب. كاينين الناس اللي كيتعتقلوا في قضيه ديال الاغتصاب، دارت بهم شي كيس، كيجبد واحد اخر كيقول لك انا نديه معايا. راه عرفتي تصوري، انا قضيه كنعرفها مثلا، واحد ذكر واحد الاسم كيقول لك بان هذاك عائلته
ميسورين غيقدوا يعني يساعدونا من ناحيه ديال انه مثلا يكلفوا لنا محامون اللي غينوبوا علينا، من ناحيه انهما بعض الاحتياجات مثلا في السجن فهمتي، لان خصهم التليفون، خصهم بعض المواد الغذائيه يشريوها الى اخره، كاين اللي هذا هو الدافع ديالو، كاين اللي الابتزاز باش انا الشونطاج يعني اعطيني نعطيك، كاين انتقام، كاين تصفيه حسابات، كاين يعني راه ماشي دائما هاد المساطر المرجعيه وهاد الناس اللي كيجبدوا هاد الاشخاص راه دائما راه تتهمهم العداله وبانهم بغاو يتساعدوا مع النيابه العامه ومع البوليس باش يكشفوا الالغاز ديال الجرائم. صحيح صحيح ان كاينه جرائم اللي تفك اللغز ديالها بناس اللي صرحوا على وحدين اخرين، وهي هاد التصريحات السميره راه تصريحات ماشي شهاده، راه كاين فرق ما بين الشهاده وما بين التصريح، حيت هذا قدم واحد التصريح عند البوليس ولا عند لي جوندار خلال بحث تمهيدي. اذا ملي كتقدم هذاك الشخص مثلا كيتم الايقاف ديالو وكيتقدم وكتم المتابعه ديالو بناء على هذيك المسطره المرجعيه، اولا بعد القانون كيقول لك بان هذيك المسطره المرجعيه راه غير واحد الاستدلال، ما هي وسيله اثبات، ما هي قرينه قويه يعني وخاصة من أجل الإدانة، خاصة من أجل الإدانة، يعني كنحكموا على ذاك الشخص وحا. بأنه أستاذة وأجي نمشيو نقربوا يعني الواقع. ها هو واحد السيد غادي يشد الطيارة، قالوا لي تنقلبوا عليك، راك مشى الطيارة ومشات الأشغال ومشى كل شيء، إطار مسطرة مرجعية، أنت راكنا تنقلبوا عليك، أشنو خاصو يدير؟ مادام قلتي هادشي ماشي قانوني، واش من حقه يرفض؟ لا يتبعهم ولا لا؟ لا نهائيا. أشنو خاصو يدير؟ لأن قلت لك بأن العمل القضائي والعمل ديال النيابة العامة كياخذ بها، وفي البحث كياخذ بها. خاصو يمشي معاهم. ولو أن طبعا، ولو أن كانت واحد الدورية ديال السيد رئيس النيابة العامة كنظن سنة 2018 اللي كيقول فيها على أنه واخا تكون مسطرة مرجعية خص تعميق البحث وخص إجراء بحث تكميلي في هذيك القضايا، خاصة نعم خاصة في قضايا ديال المخدرات. وكيقول وكتقول هذيك الدورية بأنه لا تراجع ذاك المصرح، قال لي ما ودي أنا قلت ديك الهضرة باش أنا ذاك السيد أنني ننتقم منه ولا شي حاجة، مثلا التراجع أو مثلا ما عندناش واحد القرائن اللي كدعم تصريح ديال ذاك السيد، ما كايناش قرائن اللي كتدعمها، او مثلا هو تبت العكس النهار اللي كتقول لي درت انا سيدي ما كنتش كاع في ذاك المكان، او مثلا دي كونفرساسيون كانوا بعضياتهم اللي كان فيه ديجا انه كيهدوا يعني كانوا كيتواصلوا بعضياتهم، كيقول لك ما خصش المتابعه ديالو، خص الحفظ ديال الشكايه، ولا على الاقل ما تتمش المتابعه ديالو يعني في حاله اعتقال. قدام المحكمه الوضع كيتبدل، هذاك غير مجرد تصريح ماشي شهاده، في قدام المحكمه خصنا المناقشه ديال القضيه ستكون شفويه، ستكون تواجهيه، يعني هذاك السيد يجي قبل قدام المحكمه، وانه ملي كيجي قدام المحكمه وكيشهد ما كياديش اليمين، لان هنا راه كاين واحد يعني راه هو يعني مصلحه هذاك مضاده مع مصلحه الاخر، فهمتي؟ ما كيأديش اليمين، كيتعفى من اداء اليمين قدام المحكمه، ولكن يجي ويدلي بهذاك التصريح، يدلي بشهادته قدام المحكمه. واخا كيدلي بالشهاده ديالو، القانون اش كيقول لك؟ بان 286 الماده 286 قبل السطر الجنائيه كتقول لك بان المحكمه كتحكم وفق الاقتناع الصميم ديالها، وخاصها في الحكم دير لنا علاش بنات هذاك الاقتناع الصميم. علاش بناتو؟ تبرروا. دابا كاين واحد المشروع، واحد المشروع ديال قانون المسطره الجنائيه، راه حتى هو كاين يعني كاين واحد النقاش مجتمعي الان عليها سميره. هذا المشروع ديال قانون المسطره الجنائيه زاد جوج فقرات على هذه الماده 286، اشنو زاد؟ واحد الفقره كيقول فيها بان المحكمه لا يجوز لها ان تبني قناعتها بالادانه، يعني ممكن تجي تحكم على واحد الشخص بناء على تصريحات متهم اخر، ما سماتها الشهاده، تصريحات متهم اخر، مجرد تصريح هذاك متهم اخر، الا اذا كانت معززه، باش معززه ما كتكفيش بوحدها، بقرائن، وهاد القرائن
خصها تكون قويه ومنسجمه، ما تكونش متناقضه فيما بينها، خصها تكون قويه ماشي قرائن ضعيفه، لان الكثير من الناس تابعوا ودانوا وتحكموا ودوزوا الحبس بمساطر مرجعيه، والكثير من الناس الان مبحوث عنهم في اطار يعني مساطر مرجعيه. اذا دابا راه غيولي عندها سند قانوني فهاد المشروع ديال القمصطره الجنائيه، لان القانون مطبق حاليا ما فيش، ولكن مع ذلك راه كيأطرها كيأطرها للاسامير. الا بغيتي اننا نكملوا هذا الموضوع مره اخرى، شتي في السجون كتلقاي كيتكلموا بزاف على هذا الموضوع، وحنا كيجيو عندنا بزاف الناس المكاتب ديالنا كيقول لك كيقول لك بان واحد السيد كيهددني، راه هو هو شيرشي مبحوث عن، كيقول لي غنجرك معايا، واش كاينه استاذه من ندير، واش ممكن انني ندير شي كاين تبرى منه، واش كذا واش كذا، كيكون عايش الرعب لمجرد ان كانت عداوه او كانت شي حاجه من هذا القبيل. اذا المساطر المرجعيه راه كيدار بها البحث، ممكن يتعتقل بها الانسان، ممكن انه يتابع منها، صحيح خص الاحتياط فيها. انا شخصيا كتبان لي بان نبنيو دوله القانون والامن القانوني والامن القضائي يقتضي اننا نأطروا هذه المساطر المرجعيه. عرفتي كل شيء تيتقال لا في الفقره ديالك استاذه خديجه الروقاني، لا في فقره للاحسن، لا في فقره بيني وبينك، يعني ولينا تنمشيو في واحد المنحه ديال اننا نبعدوا على العلاقات الانسانيه، لانها مصدر ولات مصدر اكثر للمشاكل وللباطل والاعتقال والاشياء السلبيه اكثر منها ايجابيه. انا نقول لك علاش يا سميره، نقول لك علاش، خلي زمن الماديات المسرح الى اخره، كاينه عده دراسات سوسيولوجيه دارت على تحول القيم، كاين ان شونجمون راديكال ديال لي فالور عندنا في المجتمع ديالنا، كثير مجتمعات ومن ضمن المجتمع المغربي. تصوري حاجه اللي كانت خيبه قبل دابا ولات هي مزيانه، وكيف تفتخروا بها الناس، كيف تفتخر انه نصب عليك، كيف تفتخر انه سمم لك حياتك بانه دارها بك، بانه الى غير ذلك. كاين عنده علاقه بتحول القيم، وهذا تحول القيم خصو دراسات معمقه، كاينه دراسات ولكن خصو مزيد من الدراسات. دونك علماء الاجتماعات الاجتماع خصهم يخدموا بزاف ويلقاو لنا حل، لانه المغزى والحل والاصل عندهم هما قبل ما يكون في القانون ولا في الاطباء النفسانيين ولا في المحاكم. الترابي والقيم هي الاصل. شكرا لك استاذه خديجه الروقاني، بغيت تقول شي حاجه. لو قلتي الترابي خاصو يكون في الاسره، اكيد تربي والجيل مزيان، فبطبيعه الحال راه حنا تنساهموا في ان العلاقه والتعليم، وما نساوش المنافس على التربيه اللي هو لي ريزو سوسيو وهاد المسائل، هذاك موضوع اخر. شكرا لك استاذه خديجه الروقاني، نمشيو للحظه نتعرفوا على صنعه اخرى من الصنع ديالنا، فقره ديالنا غادي نتعرفوا على صنعه النحت او الرسم على السيراميك مع واحد السيد جانا من مدينه اكادير، مشكور جدا على تحمل عنا السفر، بقوا معنا. ومعنا اليوم السي رضوان خديم، مرحبا بك سيدي، نورتينا. شكرا اللي جيتينا من مدينه اكادير، كي خليتي المدينه بعدا بحال هنايا كاين شويه البرد كاين شويه البرد والحمد لله الحمد لله. دونك سي خديم، انت يا شحال من عام وانت في هذه المهنه هذه وهذه الخدمه هذه ديال الزواق على السيراميك؟ حنا الشركه ديالنا يلاه تاسست دابا شي عامونس باش نوضوا بالتقاليد ديالنا، الصناعه التقليديه، حيت انا اصلا من مدينه تارودان، وهاد الصناعة التقليدية كانت عندنا ولكن بدات كتنضاطر مع الوقت، لكتاش فكرت أن ندير شركة ونزيدوا بهاد الصناعة التقليدية اللي قدام ونعرفوها للناس إن شاء الله. الله يعطيك الصحة، أنا بعدا تنشوف دي موديل اللي جامعين ما بين الأصالة والمعاصرة بطريقة جميلة جدا، على غرار هاد الطبيس اللي بحال هكا، زواقة مغربية لكن الطريقة باش خدمتوها عصرية. طون سور طون، لون واحد اللي معروف هو ان هاد الزواقه تيكون فيهم بزاف الالوان، انتم درتهم في لون واحد باش يتماشوا مع العصر. مع العصر كما كتعرفي حنا ديالنا سميتو بلدي شيك، يعني بلدي تراديسيونيل اون ميم طون شيك، يعني يكون مع العصر. تري تري شيك، تبارك الله عليكم. درتوا حتى اشكال ورسومات جديده ديال بيكاسو. هذه ديال بيكاسو تاهي الرسومات ديال بيكاسو. الله يعطيكم الصحه. واش كاين اقبال مازال على الصناعه التقليديه وبهذه الطريقه هذه؟
ملي كما قلت لك واكبنا العصر درنا هادشي عصري بدا ثاني الناس كيواكبوا هادشي خصوصا الناس اللي كيكونوا خارج المهجر ديما تيبغوا انهم يتشبتوا بالتقاليد ديالنا. ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. وهاد الرسومات فين تتلقاوهم منين تتسوحيهم شكون اللي تيرسمهم لكم اصلا؟ معنا في لاتولي ان الرسامه على النحت هما اللي كيرسموا هادشي بيديهم كياخذوا بحال شي صوره ديال شي منتوج ولا شي وكنحطوها على التباصل ديالنا. تنشوف كذلك كاين هذاك لو فيل دور اللي تيكون حتى هو هذا ما كانش عندنا في التقاليد ديالنا. لا ما كانش هذا يلاه دخل دابا. ودائما مع الحفاظ على الرشمه. الرشمه المغربيه. هذه الرشمه من اين مدينه؟ اسفي. هذه مسفيويه هذه الرشمه. تبارك الله عليكم. دخلتوا كذلك معدات واحدة اخرى بحال الكيسان. الكيسان حتى هما اللي تيتماشوا مع التباصيل ودرتوا تبصيل ومع التبصيل يعني ان سيرفيس كامل. كامل. كاين سيرفيس ثاني كيكون كامل بالسوبيره ديالها. وهاد الرشمه هادي هي مودرن. عفوا ماشي مودرن خديتو غير رشمه وحده وهي اللي خدمتوها بزاف. كاين بحال هاد الرشمه هادي ماشي بحال هذيك الاخرى. هذيك كتسمى ريتاج هذيك كتسمى بلود اسفي. لو بلود اسفي هذا لو بلو هاد التبصيل اون فيت زدتو فيه غير هاد الذهب هذا. زدنا فيه الذهب. جميل جدا عرفتي تيحمق هذا الشيء ما شاء الله عليكم. وتا الاواني هما ابتكرتوا فيهم ما بقاوش غير التبصيل والسوبيره والزلافه. مثلا هذه الانيه هذه شنو هي؟ هذه كوب. اون كوب بحال بونبونيير. بحال بونبونيير ولا تكون فيها الفواكه ولا التمر. ممتاز كاين يعني في احجام متعدده. والرشمه بلديه ريتاج قلتي هذه ريتاج خدمتوها بالبيض والكحل. البيض والكحل ما كناش نخدموه بزاف زعما في التقاليد ديالنا. لا حنا كنا زاهيين في الالوان ديالنا في التقاليد ديالنا. دخلتوا كذلك الكتابه العربيه. انا اكثر من قبل ماشي مشكل كاين الكتابه العربيه. تنعشق شي حاجه هكا تقليديه مغربيه اصيله ديالنا تنعشقها ما شاء الله. هذه كاس ديال القهوه. ايوا ممتاز ممتاز. يعني هنا حفاظ على الهويه ديالنا مغربية. على التقاليد ديالنا على الاصول ديالنا ما شاء الله. شو دائما تنقول ديالنا فقره ما سميتهاش ديالنا غير هكذاك. هادو دي بلا دو غاتو تا هما ياك. ممتاز. انا دابا غادي نسولك بغيت نعرف واش تصدروا المنتوجات ديالكم ولا لا؟ كيكونوا عندنا دي كومون طلبيات من الناس لبرا خصوصا المغاربه. كيكونوا هما كيطلبوا بزاف هادشي كنصيفطهم لهم لبرا كيبغيو يزينوا لي طابل ديالهم على ماروكين كما كنقولوا. دونك كيشرو من عندنا هادشي بزاف وحتى الناس في الخليج. يعني حتى لي زيترونجي حتى هما تيشريو من عندكم هادشي. واخا الاثمنه حنا تنعرفوا بان المواد او المنتوجات التقليديه عبر الزمن غادوا تتغلى لان اليد العامله غادوا تتنقص. ياك دابا بغينا نعرفوا مع هذه الموجه ديال الشباب اللي اتجهوا للصناعه التقليديه ديالنا وما شاء الله ابتكروا فيها واش الثمن ولا في المتناول ولا لا؟ على حسب. دابا بحال هذا الطين الاحمر. يعني هذا الطين الاحمر على حسب الماتيار. هذا سيراميك يعني الطين الابيض. هذا كنجيبوه من برا من اسبانيا. الطين الابيض ما كاينش عندنا في المغرب. دونك كنستوردوه. دونك الثمن غالي. دونك سيراميك تيكون الثمن غالي. هذا توا طين احمر ولا ابيض؟ لا ابيض. هادو بوحدهم الطين الاحمر. هادو هذا كلهم طين ابيض يعني تيطيح غالي شي. تيطيح غالي حيت كنستوردو وحتى ديك لاتوش دوغي كيجي من برا. يعني هذاك الذهب كيجي من برا 12 قيراط. هذا 12 قيراط وما تيتقشرش. انا الهوس ديالنا حنا العيالات هي فاش نبقاو نشربوا كويس د اتاي ولا كويس د اللبن وهذا الدوغي تيمشي. لا هذا ممكن كاع تستعمليه في لاماشين ديال ديال المعن. جميل جدا جميل جدا. دونك اللي فهمت معاك لا بات بلونش تبقى بحال في الزليج. لا بات بلونش بلو ريزيستانت وتتكون يعني تتكون متينه وتتكون غاليه. لا بات حمراء هي اللي معروف بها اسفي ومعروفها التارودانت. فاس كذلك. الفاس عندهم حتى لا بات غريس اللي تيديروا بها الفسيفساء. عندهم غريس عندهم البلون غريس. دونك هادو تيطيحوا ارخص. ارخص واخا. فين باغيين توصلوا ان شاء الله بهاد الصناعه التقليديه وبهاد المنتوجات اللي تتقدموا للسياح وللمغاربه؟ كما قلت لك باغيين نوصلوا للعالميه. كما قلتي كاينه دابا منافسه كبيره على هذا الشيء. يعني بلدان بين من وبين من؟ ما بين المغرب وبلدان اخرى مجاوره. يعني ولات كيدخلوا هذا الشيء وكينسبوا عليهم. لذلك حنايا بغينا نجدوا هذاك الشيء علاش سميناه حتى حنا ديالنا يعني داك الشيء حتى حنايا بغينا ما خصناش نسميوها منافسه
منافسة لأنها ليست منافسة. هي سرقة. الله يجازيك بخير. هي سرقة التراث ديالنا، ولكن حنايا بغينا نوصل للعالمية. أبرانيت البرنامج ديالكم باش يشوفوا الناس أن هادشي ديالنا مغربي تقليدي زوين. يعني أنت على ماروكان كيتشوف هادشي، يعني غادي يعطي واحد الرونق تلاطة بالمغربية. والصناع التقليديين كما هما ما غاديش يتروجوا، وحتى بالنسبه يعني بالنسبه للمواطنين خاصهم يساهموا بالحفاظ في الحفاظ على هذا الشيء ديالنا، بانهم يستهلكوه يشريوه ويعاونوا الصناع التقليديين ديالنا ونديروا اللي علينا حتى حنايا باش نحافظوا على هذا الموروث الثقافي ديالنا. حيت الا ما حافظناش عليه من هنا سنوات يقدر يمشي كما مشى شحال من حيره عندنا نجي التارودات. يعني هذا الشيء يقدروا ينسبوا العيمة الآخرين للدول أخرى، ولكن حنا هما لوغيجين ديال هذا الشيء. لكشاش أسسنا هذه الشركة باش نعرفوها على العالم كامل بأن هذا الشيء راه مغربي، صنع مغربي من أيادي حرفيين مغاربة اللي توارت صنعة تورثت من أبا عن تماما. سي رضوان خديم تنشكرك بزاف على سلبية دعوة صباحية دوزام، تنشكرك على هذا الشيء ديالنا اللي جبتي لينا باش تقدموا للمشاهدين. أنا هذه دعوة لكل الشباب اللي اللي تيصوبوا ديويراتهم دابا، كاين ما عندكمش عذر بانكم تقولوا لا هذه ثقيله حيت تقليديه، لا هذه ما فيهاش رشمات اللي غيجيو مع الانتيريور ديالي. كل شيء دابا موجود، حيت تقدروا ديروا حتى السوق زعما على حسب الطلب ديال تيكون سو كوموند على حسب الزواق اللي بغاو الكليان. حتى الالوان الالوان حنا جبنا غير بعض الالوان باش يشوفوهم الناس، لكن الالوان اللي بغيتي كتخدم والزواق اللي بغيتيها كتخدم. الله يعطيك الصحة، تنشكرك بزاف رضوان خديم على هاد الطويبلة الغزالة اللي تتجهي في الحقيقة واللي تجعلنا نفتخروا بالهوية ديالنا. تنشكرك بزاف وتنتمنى لك التوفيق إن شاء الله في هاد الخدمة ديالنا. الله يرضي. اللحظة مشاهدينا غادي نمشيو نتعرفوا على محتوى الروبورتاج اللي تتقترح علينا سعاد الهاشمي، روبورتاج اللي خصاته الموضوع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المواكبة والرعاية ديالهم. لنشاهد. السلام عليكم نور زياد. فوالا علي علي نور. فوالا نور شوية عليك. فوالا اكسلون غير شوية سي با غراف بيان سور سي با غراف حنا ونبخون دابا كنتعلموا. برافو اكسلون اكسلون برافو برافو برافو. دونك فقرة رعاية ومواكبة لهذه الحلقة غادي نسلطوا الضوء على الأطفال اللي كيعانيو من لاتريزومي 21 أو متلازمة داون. فهاد الأطفال هادو عامة تيكون عندهم واحد يعني عضلات اللي هي كتكون ضعيفة، كيكون عندهم أيضا فقدان في التوازن، أيضا كيكون عندهم أن غوتار نفسي وحركي. فبالتالي هاد الشيء كيخلينا أننا تكون عندنا واحد المواكبة اللي تكون ملتي ديسيبلينير كما كنقولوا، يعني متكاملة اللي كيدخلوا فيها مجموعة الأخصائيين، كل واحد عنده دور أساسي مواكبة هاد الأطفال هادو والعلاج ديالهم باش نوصلهم على أنهم من بعد يوليو فاعلين في المجتمع ويدخلوا كارمو لسوق الشغل. هذا العلاج اللي هو متكامل واللي هو متعدد التخصصات، كاين الاخصائي التروي الطبي، اخصائي النفسي الحركي، كاين ايضا دور اساسي ديال اخصائي التروي النطق اللي كيعلم الاطفال مهارات ورصيد لغوي باش يتواصلوا مع المجتمع وايضا كيصحح لهم النطق والصوت. وكاين ايضا الدور الاساسي ديال الاخصائي النفسي اللي كيتمثل في انه تيعطي واحد الدعم للاباء وللاطفال وكيعطيهم يعني الامكانيات باش يتجاوزوا كل الصعوبات اللي كتقدر انها تاثر على التوازن النفسي ديال هذا الطفل او المراهق او شاب المستقبل، لان خص يكون عنده توازن نفسي باش كاع الاختصاصات الاخرى الدور ديالها يكون يعني مجسد في الحركيه وفي التواصل مع الاخرين. غنرجع باش نهضر هنا بان الاباء خصهم يتعلموا لي زوتي باش يتواصلوا بطريقه صحيحه مع هاد الاطفال ديالهم وباش يعاونهم انهم يندمجوا بالمجتمع بواحد الطريقه ايضا ملائمه. ديما غنرجع حسب القدرات ديال كل طفل، دونك خصهم يديروا لهم واحد الروتين يومي ككل الاطفال، يعاملوهم على اساس انهم بحال الاخرين، لان شوف هاد الاطفال هما مختلفين ولكن كالاخرين ماشي عن الاخرين.
واخيرا انا متاكده تتسناو الفقره اللي وصلنا لها اخيرا دابا، وخصوصا ان ليلى حديوي على الناس على الضيفه ديالها يوم الاثنين الفارط قالت لنا شكون غادي يكون معها فقره قفطان صباحيه دوزان، نخليها بالقفطان الغزال ديالها تعلن عليها. صباح السلام سميرة، مرحبا بمشاهدين صباحية الدوزان في فقرة اللباس المغربي التقليدي ديالنا، ومعنا الضيفة ديالنا ملك، مرحبا بك معنا ملك الفلالي. مرحبا بك معنا في صباحية الدوزان. الوغ انا علاش الفن تيدير الفن، الفن كيدير الفن. اليوم جاب لينا ملك، انا باش كتعجبني ملك لان فريمون جات يا با لونطون باش عرفناها سميرة، ياك متفقة معايا، ولكن دائما عندها لا نوفوتي ودائما عندها لي بخي سورتو كي سون تخي ريزونابل، وعندك دائما الجديد. تبارك الله عليك ملك، كيفاش كديري ما بين الحياه ديالك وان ميم طون لا كوليكسيون جديده دائما جديد؟ الريزو سوسيو اللي تستعملهم بطريقه ذكيه جدا باش تروج الاعمال ديالها. بونجور ليلى، ميرسي بوكو بور هاد الاستضافه ديالك، اي سميره اوسي سي تري جونتي. نورتينا بعدا كيما قلت الفن تيقدم الفن. صافي بليزير، صافي بليزير ما شيري. دونك كيفاش تكومبين لي كافتان لي كوليكسيون ديالك؟ تبارك الله دائما الجديد ملك. Voilà, la vérité, Anna, d'abord, vu que je travaille avec passion, la vérité, je suis déjà dans le domaine depuis toute jeune. Les parents, j'ai fait le domaine. Ma mère styliste, mes tantes, bien sûr, j'ai fait blaston dans le domaine. Donc, Anna, je suis toute jeune dans le secteur. Donc, Exactement. D'ailleurs, Samira, tu es à l'arbonne. كيفما تنشوفوا مارينا لابسه هذا القفطان اللي هو كله مطروز ومنبت، ودرتي مضمه مع نستو ديال الثوب. اكزاكتومون، فيها لا بتيت توش ديال بربر، داك لو سين بربر. وي، انا تنحييك كذلك على استعمالك لتوظيفك لي ريزو سوسيو بطريقه ذكيه. سي فري، تنظن بان هادشي هو الجديد اللي عندك في العائله ديالك، انك قدمتي هذاك الشيء اللي تديرو في لي ريزو سوسيو. تبارك الله. وسميره راك عارفه بان لي ريزو سوسيو ولاو مهمين في كل في مجالاتي، ماشي غير في. واو، ما شاء الله ما شاء الله. هذه درتي واحد السرتله ديال الموزونه من التحت. من لا وي اكزاكتومون، واحد لو رابيل بور فير ريسورتير عاوتاني لو ترافاي. هنايا تنشوفوا ليلى بغيتي تقولي سلته، شنو قلت انا؟ سي فغي درت، والله يجيب لينا شي سلته. سلسله شنو السلسله؟ قلت بديت شي حاجه ما تنعرفهاش. نو، بغيت نقول السلسله ديال الموزونه اللي كاينه، سي فغي كو كونتيل مارش فاش كتمشى السيده ستدون واحد البريق بحال القميجه اللي لابسه دابا تنتين. تتعطي واحد البريق في لا ديمارش. وهذه فدرتي فيها 3 كولور، دونك دوبلي بالتركوا اللي خرجتي فيه في الخدمه تاعك كمال. اكزاكتومون في روفير. خصكم تعرفوا مشاهدينا، ملك فيلالي انها ماشي تيميد، ترو تيميد، ترو تيميد. وعرفتي شنو؟ في الحقيقة راه غير نشوفوا لي كرياسيون ديالي بلا ما تهضر، ما شاء الله ما نحتاجوش تهضر عليهم، تيلمون سي ما شاء الله سي تخي تخي بو. أنا اللي بغيت نسول ملك، فين تتلقاي الإلهام ديالك؟ منين تتستوحي هاد لي موديل ديالك؟ لأن حاجة تتنسك بأخرى، وسيرتو تميزتي على كل شيء اللي كاين في السوق. الوغ دي فوا كنقدروا نتانسبيرو من زربيه مغربيه، كنقدروا نتانسبيرو ميم من الزليج. الزليج اكزاكتومون، نتمنى ملي كنخرجوا الرشيمات ديالنا وتانسبيرو، وكل مره عاود ولولو ديالو ديال ولولو اكزاكتومون ديال الابداع. يعني انت كتبغي تخدمي في لي تيسيو نوتر، ما كتبغيش تاخدي دوك لي كي سون ديجا مخدومين. لا فيريتي كل مره وفاش حتى لي تيسيو امبريمي تيخرج فيهم الخدمه، ولكن جو بريفير لوني باش تخرج لينا الرشيمه ديالنا وتبان لا فينيسيون. هادي ان شيدر صلاة على النبي. خدات الوقت هادي راه هادي لا فيريتي سا مابخي بوكو دو تان. واو، ترباتي هادي لا؟ اكزاكتومون. واو، ما شاء الله. اليد على شعره. باين على شعره هذاك الشيء، سي تخي تخي فان. نشوفوا اللبسه ديال ليلى، سيد تتفتن، خدمتي على المبرا ياك. انا عجبتني لا كولور سميرة. Travailler ça avec de la broderie pour faire. Pour faire cette la ligatine. Exactement. Mashallah, c'est le. La couleur, la combinaison de couleurs, les couleurs. مدروسة بزاف، لأن ماشي أي واحد غادي يفكر في هذاك لو بلو لاغون مع هذاك لو فيغ. حيت ديجا لو تيسيو فيه واحد لو روفلي اكزاكتومون اللي خرج لينا ذاك لا كولور. تبارك الله عليك.
On peut être fier de nos caftans marocains. Même avec le quartier, tu cherches l'ina la شوف ملك العائلة كانت فيها القفطان وانت كبرتي في القفطان ولكن الحس الفني ديالك منين جبتيه واش عندك ميول للفنون لو ديسان لي كولور ولا لا با فورسيمون لا فيريتي غير كبرت في هذا الشيء ديال تانستي بهذا الشيء تانست في هذا الشيء ولقيت راسي فيه تاع انا جوست معي مع الوقت دونك لو فات بانك باقا شابه صغيره ما تعنيش بانك مبتدئه لانك كبرتي في هذا الشيء اكزاكتلي ما شاء الله عليك شو درك سميرة نكملوا العرض؟ نكملوا العرض حتى انا عجبني راسي في البوديوم حسيت براسي هذا القفطان عجبني زوين خفيف تري مودرن سي فاسيل ابورتي حتى البسات ديالك تنديما الي تنديما عامرين ولكن اون ميم طون زوينين في اللباس اكزاكتلي تنديما شتي كيفاش دايره حليلوان هذيك لا سيناتور ديغيير اون بتيت بروش من اللور باش ما تبقاش خاوي مالك غير باش نعلمك دابا اول مره دازت في صباحيه الدزام صافي غادي هذه تسخى لا نوفيل توندونس ان شاء الله باش عارف راه ديال مالك الفيلالي مالك انا بغيت نسولك واش العائله تيعاونوك في الاختيارات ديالك لا فيريتي كل واحد بوحده ولكن اون سانسبير لا فيريتي تاع من لي ستيليست لان في لا فامي تري بيان اذا سمعنا نشوفوا الكمال ديال العرض هذه اللبسه هذه تاع هي الي انكرويابل مانيفيك ما شاء الله اللون انا باش كتعجبني ملك الفلالي دائما عندك لي كولور تو اوز لي كولور سوا تو فا دون لي كولور بحال هادو اللي لابسه انا تري باستيل ولا فيردين ولا كتمشي لي كولور تمشي لي زيكستريم اون فات اي كومون الميلونج لي وما تديش هذاك الشيء اللي ضايع اكزاكت ان فيت مالك تدير العريسات تدير الباس ديال لي غراند زوكازيون بحال دابا بحال العريسات اكزاكتو يصلح بوغ العروسه وي الدوره ديال العشاء ولا بوغ يعني مانيفيك حتى المضمة عجبتني ديك مارينا هذيك لا سيناتور الاخرى اللي دارتها ديال اللور عجبتني الا شفنا هذيك المضمة بعدا ديجا المضمة كانوا ديال شحال هذه سميره عقلتي وفي الظهر ديالها ما هي مجدول ما هي مضمه حتى هي مخدومه ان فات مي لا سيناتور ديال اللور عجبتني بزاف في الظهر هذيك بحال كتسد هذاك لي كروشي سي جو تروف بان العيب اوكي جو تروف سي بلو جولي شعر والثوب تبارك الله وافي اكزاكتومون دير الثوب دائما وافي باش تكون هذيك لا كوب باش يكونوا حتى الخريطات تكون لا كوب مخزنيه واو فوالا كيف قلت لك سميره مالك دائما الاوز لي كولور هذه سي اون دي كولور ولكن شنو الخدمه اللي فيها سميره ما عمرني ما شفت انا هذيك الخدمه بعدا اللي في الجلايل هذيك لا لا هذه باغ كونتر مخدومه سيغ ان تيسيو اورغانزا Il est très difficile la vérité de l'khdma mais on a osé l'organza très 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 sensible mais on a osé travailler dessus باش نعاود نبدلو كيفاش تهز لك هذاك الشيء كامل تبارك الله زعما راكي عارفه المعلميه بلا بهم حنا والو تبارك الله اللي متما الخدمه ديالهم اللي تري تنضمه فيها بحال شي دي شميشات بحال الدراهم شميشه شويه هي بديه بحال زمنيه ياك وا. كانوا زمان بحال هذا الشيء الله يعطيك الصحه مالك الله يعطيك الصحه انت والاتولي ديالك كامل والعائله والعائله فنيه ما شاء الله عليها قالت لنا اللبسه اوه الوغ هادي لبسه ديال الدخله العروسه كتصلح في الاماريه علاش درتي لها لا كاب بهذا اللون؟ بور كاسي عاود كيف ما كتعرفي هذا لو بوردو راه تيجي شريف حتى في اللبسه وتيجي حتى لو بغات تخرج بها من مورا العرس اكزاكتومون شهدنا في شي عرس سميره اني اعني كيف اسمعي يا جاره انني لا اسمعك الجاره ليست هنا الوغ هنايا كيف تشوفوا سي الميم ترافاي هاد لا كوليكسيون درتيها كلها بلا ميم ريفيرونس اون كاسا افيك دو دوغي فكيلكو ما شاء الله مالك فيلالي تبارك الله عليك فريمون جو سو فيير دو توا وفخوره بيك ودائما التميز
انا فريمون جادور جو لادور تبارك الله ما تغيبيشي علينا بزاف وتحيه للطاقم ديال العلميه كاملين عندك بواحد بواحد وبوحده بوحده ما شاء الله عليهم. شكرا ليك مشاهدينا غدا غنتلاقاو بكم مع الورقه الصحيه والدكتوره ليلى بشار غادي نسلطوا الضوء على القولون العصبي الاعراض الاسباب ودور التغذيه في العلاج. فقره التغذيه سلمى بالخياط غادي تكلمنا على بذور الشيه اللي شي صلاحو كيفاش نتناولوهم وهاد لا طوندونس والضجه اللي عليهم دابا هاد الايام واش تستاهلها ولا لا. الكل والمزيد صباحيه دزام هاكم مبروك والى اللقاء.